سي محمد الوفا كاين معانا اليوم هاد الايام في البرلمان يناقش معنا القانون ديال الهيئه الوطنيه للنزاهه والرشوه والوقايه من الرشوه ومحاربتها، وزير بمواصفات فريده. انا اكن له كامل التقدير، وعنده رؤيه اليوم اكتشفناها، لان الشخصيه السياسيه كتكتشفها اكثر ملي كيكون احتكاك مباشر. خلي عليك الوجه الاعلامي اللي كنشوفوه الناس فقط، ولكن كتبرز القدرات، سواء منها القدرات التشريعيه ولا المهارات يعني التواصليه والسياسيه ملي كيكون نقاش واحتكاك. فسي الوفا، دابا هذا ثاني قانون كنناقشوه معاه داخل العدل التشريعي، وكنوله تقديرا كبيرا، واعتقد بانه من الوزراء الناجحين.